لنستذكر تاريخ الماضي والحاضر، ولنتعظ منه كدروس وعبر نحو المستقبل الأفضل لبلد يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. قراءة في كتاب رحلة حياة دبلوماسية، مذكرات نزار حمدون، دبلوماسي في قلب التحولات السياسية العراقية، مرحلة الدلال الأمريكي للعراق، دخول الكويت والصعود إلى الهاوية، ما حقيقة الاجتماع السري في مدينة قرطاج الإسبانية بين المخابرات العراقية والأمريكية، عصام خضر ينفذ وصية سيده سبعاوي، ما الذي يميز هذه المذكرات عن سواها من المذكرات التي كتبها سياسيون وقياديون ومسؤولون ينتمون إلى النظام السابق. طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. العنوان والمحتوى كالمعتاد يعبر عن رأي الكاتب والموقع ولا يعبر بالضرورة عن رأي قناة بلادي، والمجال مفتوح للرد والنقاش والحوار البناء. الاشتراك في القناة مجانا، لطفا أمكن الضغط على خاصية الاشتراك وتفعيل الجرس. الحلقة الثانية الأخيرة. عاد نزار حمدون إلى بغداد في أيلول 87 وكيلا لوزارة الخارجية، وقيل الكثير في حينها عن سبب نقله المفاجئ من واشنطن، وأغلب الظن كما يعتقد حمدون أن النقل تم بناء على النجاح الإعلامي والدبلوماسي الذي حققه بفعل جهودي الاستثنائية في العمل، مما يعني لم يرق للقيادة التي كانت تعتمد مبدأ كل شيء للقائد وحده، إن نظرة واحدة لغلاف الواشنطن بوست في كانون الأول عام 85 كافية لمعرفة شعور أولي الأمر في بغداد وسعيهم لإنهاء تلك الظاهرة التي لا تناسبهم. كانت المجلة قد وصفته بالسفير الفنان، غلاف المجلة ذاته وظفه المصمم المذكرات كغلاف أول لمذكراته، وربما كان المقال الذي كتبه للصحيفة قبل مغادرة الولايات المتحدة في 30 آب 87 معبرا عن درجة عالية في المقبولية كسفير لدولة كانت تعتبرها واشنطن من أشد دول الإرهاب والتطرف. كانت واشنطن مدينة محببة له منذ اليوم الأول لإقامته فيها. كان يقول أن حجارة الرصيف فيها تتحدث السياسة، إذا لم تكن معنيا بالسياسة فواشنطن لن تكون مدينتك المفضلة، وقد تكون مملة ومحدودة الآفاق، إنها ماكينة ضخمة، عليك إن أردت النجاح في مهمتك أن تتعامل يوميا وبدون كلل مع كل مفصل وجزء منها، وأن لا تغفل عن أي قطعة فيها. ذاكر الكاتب في صفحة 189. من السهل على الدبلوماسي أن يتعامل بشكل مريح مع موسكو أو باريس أو لندن لوجود حكومات مركزية مسؤولة عن السياسة الخارجية، لكن ليس من السهل أن تتعامل بنفس المستوى مع الخارجية الأمريكية. هناك عليك إدامة الصلة بجميع المعنيين بصنع القرار في وقت واحد، هاي يسموها دولة مؤسسات. وبسبب التغيير السريع في السياسة الأمريكية فبإمكانك التأثير فيها إذا عملت بصورة جدية، وهذا ما لا يحدث في موسكو، فليس بمقدورك أن تلوي ذراع الاتحاد السوفيتي أو أن تعبئه لقضية ما، ولا تستطيع التأثير في الرأي العام، ولكن في واشنطن يستطيع السفير وحتى السفير السوفيتي أن يجرب الأساليب كلها وأن يحقق قدرا من النجاح. هاي مكتوبة في صفحة 196. في ضوء ما تقدم نستطيع القول أن الولايات المتحدة كانت تهدف في سياستها الأبعد حول المنطقة الشديدة الحساسية إلى استمرار حالة الصراع والاضطراب لضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وإضعاف قدرات كل من إيران والعراق وضمان تدفق نفط الخليج إلى حلفائها ودعم الطرفين مع الحرص على عدم انتصار طرف دون آخر كي لا يرتمي الخاسر في أحضان السوفيت، كما أنها كانت تعزز لدى صدام وهم العظمة والغطرسة للاندفاع أكثر في سياسته العدوانية ضد جيرانه في الوقت الذي كانت فيه الماكينة العسكرية العراقية
تعتمد على السلاح السوفيتي بكل صنوفه، وهو لم ينقطع طيلة سنوات الحرب بأموال ودعم الدول الخليجية، وبالرغم من انشغال الإدارة السوفيتية بالحرب الأفغانية. لقد وجدت الإدارة الأمريكية بأن الفرصة سانحة، لا في ظل هذا الواقع أن تعيد ترتيب علاقتها مع العراق. وتشير إحدى الدراسات اعتمادا على مصادر أمريكية أن اجتماعا سريا عقد في مدينة قرطاج الإسبانية في 9 تموز عام 1980 بين المخابرات العراقية والأمريكية، وضم الوفد الأمريكي كلا من رامسفيلد، بريجنسكي، ويليام كيسي، إدوارد جابي، مستشار ريغان. وضم الوفد العراقي كلا من فاضل البراق، سبعاوي، خالد عبد المنعم، صابر الدوري، وفاروق حجازي. وتم الاتفاق على تزويد العراق بخرائط الأهداف العسكرية الإيرانية ومعلومات عسكرية مهمة، كما اتفق الطرفان على إنشاء محطة أمريكية في الأردن لدعم العراق بالمعلومات الاستخبارية. يعتقد نزار حمدون أن الإدارة الأمريكية لم تتقصد الدلال للعراق، يعني ما تقصد الدلال للعراق لأسباب مؤامراتية كما يتخيل البعض، وإنما لأسباب تتعلق بالفهم العام لمنطق النظام في العراق، وعلى قاعدة الترضية آملين بالثمن المقابل لدور أمريكا الداعم للعراق في حربه مع إيران. لقد أسست هذه المرحلة لبرامج تسليح العراقية الهائلة للتمهيد لعملية غزو الكويت التي استهدفت في جوهرها تحقيق حلم صدام حسين البسماركي، يعني هذا البسمارك هذا القائد كان كقائد للأمة العربية. لقد مولت أمريكا العراق 5 مليارات دولار بين عامي 83 و 89 لغرض شراء القمح والمواد الغذائية الأخرى، إلا أن العراق حولها إلى شراء الأسلحة وتمويل برامج التسليح الكبيرة التي شملت أسلحة دمار شاملة. إلا أن الأجواء بدأت تتوتر بين بغداد وواشنطن منذ منتصف عام 88 بعد تصاعد الاتهامات التي تنشرها وسائل الإعلام العراقية ضد الإدارة الأمريكية، كونها تزود إيران بمعلومات استخبارية عن العراق وتتدخل في شؤونه الداخلية، بينما كان الرئيس العراقي يعلن عن آفاق إيجابية في العلاقات الثنائية عبر رسالته الموجهة إلى ريغان بعد قبول قرار وقف إطلاق النار في 8 آب عام 88. في الوقت ذاته قد تكون الآفاق منعطفا باتجاه أوضاع غامضة وخطرة لا تحقق هدف شعوب المنطقة والعالم في السلام. اتجهت العلاقات بين البلدين نحو التأزم منذ مطلع عام 90، في شباط منه احتج العراق على تعليق لإذاعة صوت أمريكا فيه إشارة إلى حقوق الإنسان في العراق. وفي نيسان أبعد أحد الدبلوماسيين الأمريكان من سفارتهم في بغداد ردا على طرد أحد دبلوماسي السفارة العراقية في واشنطن باعتباره عنصرا تابعا لجهاز المخابرات. تبع ذلك بأيام تصريح صدام بامتلاك العراق الكيميائي المزدوج القادر على حرق نصف إسرائيل إذا ما أقدمت على فعل ضد العراق، وهو ما أقام الدنيا في العالم ولم تقعد. كان من الواضح، يقول حمدون، إن العراق بدأ يصعد من جانبي وتيرة العداء ويدفع باتجاه تهديدات غير المبطنة باللجوء إلى ضرب القواعد العسكرية الأمريكية، في الوقت الذي كانت برامج التسليح الضخمة تجري على قدم وساق، وكان حسين كامل وهاي زمرته يجوبون الأرض طولا وعرضا، يحملون ملايين الدولارات لشراء ما تحتاج ماكينتهم العسكرية، في حين كان الاقتصاد العراقي يئن تحت تراكم الديون وقلة السيولة النقدية والبطالة تهدد المتسرحين من الخدمة العسكرية. هذا واردة في صفحة 278. يبدو أن هذا النمط من السلوك مخططا له في عقل الرئيس والمجموعة من حوله منذ زمن، كي يختتم بغزو الكويت وابتلاعه للوصول إلى الخليج العربي والسيطرة
على 20% من المخزون النفط العالمي. التقى حمدون بالسفيرة الأمريكية غلاسبي بعد منتصف ليلة 24/25 تموز عام 90 بصدد الرد على الشكوى العراقية حول المناورات البحرية الأمريكية المشتركة مع دولة الإمارات العربية، وبدوره كان تستفسر عن مغزى آلاف الجنود من الحرس الجمهوري المتوجهين إلى الحدود مع الكويت وتطلب بإلحاح معرفة نوايا العراق. في 25 تموز التقت غلاسبي صدام، ومن خلال الاطلاع على محضر اللقاء يعتقد حمدون بأن السفيرة كان يمكن اعتبارها واضحة في التعبير عن الموقف الأمريكي الصحيح لو أنها كانت تكلم شخص آخر غير هذا الرجل، أو أنها كانت تتحدث مع شخص يفهم العقلية الغربية والأمريكية بمقاييس العصر وبموجب معطيات مصالحها ورؤيتها قبل رؤيته هو. لذلك لا يستبعد أن يكون الرجل فهم منها ما شجعه على المضي بمغامرة الكويت. في الوقت ذاته لا يتهم حمدون الإدارة الأمريكية أو غلاسبي شخصياً في محاولة تضليل صدام حسين وتشجيعه على ذلك. كان من المفروض كما يعتقد بناء على فهم عقليته وسلوكه المغامر أن تكون أمريكا أكثر وضوحاً في التهديد بالعواقب والتحذير من اللجوء إلى القوة. في 2 آب وقعت الكارثة، وبالرغم من الأسباب والدوافع كان صدام وهو في زهو النصر واهماً أن المندوب السامي البريطاني بريسي كوكس لم يكن عادلا في رسم حدود دول المنطقة عام 1922، فلم يترك مساحة كافية على الخليج العربي ليبني فيها العراق موانئه، فتعذر أن يكون دولة تطل على الساحل تتحكم بالملاحة والتجارة الدولية ومنابع النفط. فابتلع صدام الأرض والمياه في لحظة خاطفة ليدفع ثمنها العراقيون غاليا لغاية هذا اليوم. لم يعد الحدث منطقيا بالنسبة لحمدون بموجب أي من الحسابات التي يفترض بقيادة أي بلد أن تحسبها قبل الدخول في مثل هذه المغامرة. في الأيام الأولى من آب عام 90 صدر عن مجلس الأمن الدولي قرار 660، ثم تبعته سلسلة قرارات تضمنت العقوبات الاقتصادية والقانونية المترتبة على الغزو. في نهاية العام وجه المطرب الأمريكي الشهير فرانك سيناترا رسالة مؤثرة ورقيقة إلى صدام حسين يناشده اللجوء إلى السلام. اطلع أحد أصدقاء حمدون على الرسالة، يعني أصبح معجب بها، وقال بحسرة: لو كانت هناك ذرة عقل لتم التعامل معها بشكل إيجابي ولربما كان فيها ما يؤدي إلى حل. أخيرا وقعت الواقعة في 2 آب على الرغم من كل ما بذله المجتمع الدولي لوقفها. وصف حمدون الساعات الأولى منها حملات إعدام للكويتيين الذين رفضوا التعاون منهم فيصل الصائغ من قيادي البعث السابقين في الكويت، أشرف حسين كامل وسبعاوي وعلي المجيد بتوجيه مباشر من الرئيس على عمليات القتل وتفكيك المستودعات والدوائر والمخازن والمؤسسات ونهب الممتلكات العامة والخاصة. كانت كذبة كبرى ابتدعوها اسمها يوم النداء إنهم لا يستحون، هاي منقولة من صفحة 414 إلى صفحة 415. وكذبة الأسرى والمرتهنين الكويتيين 600، يعني هاي ذول 600 عددهم 600، حاول النظام أن يمررها على المجتمع الدولي في الوقت الذي تم فيها تصفيتهم برصاصة في الرقبة وليس الرأس. كان يطلقها عصام خضر حسب وصية سيده سبعاوي له لأنها أضمن للموت. إلى جانب هؤلاء كان آلاف العراقيين قد شاركوا عمليات النهب، ومئات الرداحين يرقصون لنشوة النصر، ومئات الكتاب والإعلاميين سخروا أقلامهم وأدواتهم لتبرير الانتفاضة والفعل الثوري. كانت الحسابات في ذهن القيادة العراقية بين قوس مخلية الفرد القائد مبنية على دواء الشعور بالعظمة والرغبة في التوسع والتحول إلى دولة عظمى. الحرب عبر التاريخ كما يصفها نزار حمدون
شعارا ووسيلة لتحقيق أهداف وغايات غالبا ما تكون مختبأة خلف دخان الشعارات، وبالنسبة لصدام كانت وسيلة لبناء مجده الشخصي وتتناسب مع نزعته الفطرية للعنف والدماء. النتيجة ملايين من القتلى والمعوقين والمعذبين خدمة لرغبات فرد واحد ولعائلته، فهم أسياد البلد دون منازع، وكل ما فيه مزارع يغرفون منها ما شاءوا. هاي منقولة من صفحة 440. لابد من سؤال يطرح في ختام هذه القراءة: ما الذي يميز هذه المذكرات عن سواها من المذكرات التي كتبها سياسيون وقياديون ومسؤولون ينتمون إلى النظام السابق؟ في الإجابة على هذا السؤال تكمن إشكالية الأولى، وهي إنها صدرت عن مسؤول رفيع في دوائر الخارجية والإعلام كان قد اطلع واحتفظ بمئات الوثائق ومحاضر الجلسات والاجتماعات التي تتضمن آلاف الأسرار في السياسة العراقية، فأراد نزار حمدون أن يكون شاهدا أمينا في نقل الحقائق كما زعم في مقدمة مذكراته، ونحسب أن هذا الزعم صادقا حسب ما أملاه عليه ضميري أو وفق ما تيسر له من سبل في التحري والبحث والتسجيل. ويحسب لصاحب المذكرات أنه أدان السياسة الخاطئة للنظام ونبه إلى نتائجها الخطيرة في أكثر من موقف بوضوح تام، إلا أن ما يؤاخذ عليه في تقديرنا أن نزار حمدون كان مفرطا في التفاؤل في الحديث عن براغماتية الإدارة الأمريكية الجديدة بعد فوز بوش الأب بالرئاسة، الذي وصفه بأنه يمثل الاتجاه المعتدل في الحزب الجمهوري، وأن هذه الإدارة أقل تشددا من سابقتها، وكان يدعو إلى بضرورة حل الصراع العربي الإسرائيلي لأجل استقرار العلاقة العربية الأوروبية، مع أنه أشار إلى صعوبة التنفيذ في تكييف الحالة ووضع سياقاتها الزمنية. هاي منقولة من صفحة 252. وغالبا ما يتحدث عن حاجة النظام العراقي إلى تهديدات لها صدقية وفيها من الوضوح ما يمنع الغموض وسوء الفهم، بسبب قناعة النظام أن أمريكا غير جادة في تهديداتها منذ نهاية حرب الخليج الأولى وعبر كل السنوات، خاصة فيما يتعلق بقضيتي حقوق الإنسان والديمقراطية في العراق. ما يوحي للقارئ أنه يقف إلى جانب الولايات المتحدة في سياستها ضد العراق، إن فهما مشوشا أو خلطا للأوراق قاد حمدون إلى ضبابية الموقف في هذه القضايا الشائكة تحديدا، بدليل النتائج الكارثية التي انتهت بالاحتلال الأمريكي 2003 للعراق. مع ذلك تكمن أهمية المذكرات في إجابته للعديد من الأسئلة التي ما زلنا أسرى لتداعياتها، وهو يسجل تجربته المهنية والسياسية الغنية بالمفاجآت، ويعيد تأليف المخفي من تجربته الحزبية كاشفا عن أساليب وممارسات كثيرة. كتبت هذه المادة أو الموضوع من قبل الدكتور جمال العتابي، وهو كاتب عراقي، وتم نشرها في موقعي القدس العربي يونايتد كينغدم وأيضا المثقف .com، وكتبت بتاريخ 2024 حزيران. حتى نلتقي، تقبلوا منا أجمل التحيات.